هذا الحديث حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه. وهذا الحديث يؤكد أن التوحيد له أهميته، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر حديث جندب كما في الفتاوى، قال: إن بعضهم يعني المفسرين قالوا في قوله تعالى: نور على نور، أي نور القرآن على نور الإيمان. ولذلك قال السدي كما ذكر ذلك ابن تيمية عنه في مجموع الفتاوى، قال: نور القرآن في قوله نور على نور، قال: هو نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع، فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. قال: ومثله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال أيضا: إن قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، البينة هنا هي الإيمان، والشاهد هو القرآن. قال: لأن الإيمان هو المقصود، لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان، ولهذا قال: كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة، والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة، بل إن صاحبه منافق، كما في الصحيحين: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجة، إلى أن قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ولذا قال رحمه الله: إن قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال: يتناول القرآن والإيمان. بل قال رحمه الله: إن قوله جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يعود إلى الإيمان والقرآن.